السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع ميز ابرونتيساج اون فرونسي المستوى الخامس صفحة 63 دونك لا باج 63 تتمة ديال الجرامير لي تيب دو فراز. دونك عرفنا بأن لي تيب دو فراز كاين امبيراتيف الأمرية، كاين اكسكلاماتيف يعني التعجبية، كاين انتيروغاتيف استفهامية، وكاين ديكلاراتيف. دونك جو مونترين سولين سولمون لي فراز امبيراتيف. امبيراتيف يعني غتبدا بفيرب يعني الامر. دونك ايكوت بيان سو بويم سور لاميتي، انصت جيدا لهذه القصيده على الصداقه. دونك هذه امبيراتيف. اتون لو دووا دو فير ترافايي لي زونفون، واش عندك الحق تخدم الاطفال؟ دونك هذه انتيروغاتيف. لا اد فو لي زان لي زوتر، دونك ساعد الاخرين. دونك هذه باديه فيرب، c'est-à-dire là une phrase impérative. Mon père n'est pas content de moi. الاب ديالي ما فرحانش بيا، ربما ما جبتش مزيان في المعدل. اذا لا ما بداش بفيرب، لان قلنا حنا امبيراتيف هي اللي تبدا فيرب ديريكتومون، بحال هذيك غاردون. غاردون بادية فيرب، c'est-à-dire là impérative. Donc gardons vos vêtements ou bien ces vêtements pour les donner à l'association بيتي، الى اللي نحتفظ بهذه الملابس باش نعطيوها للجمعيه بيتي. لا دوزيام كيسيون سولين سولمون لي فراز اكسكلاماتيف. دونك نجاو نسطروا على الجمل التعجبيه. كوم سيت انفون سيبانوي، دونك هنايا التعجبيه. كوم كوم وكيل راه ديال التعجب. يعني بحال تنتعجبو من شي دري شفناه ما شفناش مثلا، كبالينا كبر بالزربه. سي طونفون سي بانوي. بونسي ا موا كوم سي جيتي فوتر انفون، دونك فكر فيا كانني الابن ديالك. دونك هادي امبيراتيف راه بونسي. او سو تروف لو بارلمون دي زونفون، اذا اين يوجد البرلمان ديال الاطفال؟ هذا انتيروغاتيف، هادي ديكلاراتيف. امبيراتيف بلوتو. كال بال ambiance dans cette maison. Donc il y a là min ambiance يعني الحماس. Donc هذه exclamative. Quelle rencontre intéressante entre les enfants marocains et français. Donc il y a لهم اللقاء مهم بين الاطفال المغاربه والفرنسيين. Donc quelle دي مكان راها exclamative. Très bien, transforme ces phrases déclaratives en phrases exclamatives. Donc, on va essayer de faire ce mot. Déclarative, exclamative. Donc, cette enseignante est gentille avec nous. Cette enseignante est gentille avec nous. Donc, on va dire exclamative. On va dire, par exemple, comme ou laquelle. Donc, quelle. مثلا كيل جونتي اونسينيونت، كيل هي بنت اونسينيون، دونك خاصنا نديرو هادي دوزيل او. كيل جونتي اونسينيونت، علامات التعجب ضرورية. سيت انفون اي كوراجوز كوراجوز، دونك نقولو quelle courageuse. Enfant. يا له من طفلة، يا لها من طفلة شجاعة. Ce paysage est splendide. Donc نقولو مثلا quelle splendide paysage. يا له من منظر رائع وجميل. Je suis satisfaite de votre travail. انا مقتنع بالعمل ديالك. دونك نقولو quel travail satisfaisant مثلا. Satisfaisant. Quel, le choix masculin. Quel travail satisfaisant.
satisfait. Satisfaisant. Quel travail satisfaisant. Ce projet de classe est magnifique. Donc, Nguro, quel magnifique projet de classe. Quel magnifique projet de classe. يعني يلاهو من مشروع قسم جميل ورائع. Très bien, je m'évalue. Transforme ces phrases déclaratives en phrases impératives. دابا العكس عندنا déclarative. نحولها الأمرية imperative. Donc vous laissez la salle propre avant de sortir imperative. يعني الأمر يخصم دوب verb. Donc on doit laisser. Êtes-vous donc laisser la salle propre avant de sortir. خليو القسم القاعة نقية قبل ما تخرجوا. دونك نديرو بوان ولا نديرو بوان ديكسكلاماسيون بحال بحال. حيت لامبيغاتيف ديرو بوان ولا نديرو بوان ديكسكلاماسيون بحال بحال. نو دوفون مونتي. دونك حنا نو دوفون مونتي نو حنايا نحنو. دونك نقولو مونطون. مونطون. مونطون اون اوردر. دون. Le mini bus. Donc les nasrat bitartib ila al-hafila al-saghira. Il faut que tu respectes les voisins. Donc il faut que tu. Donc tu غنهضر مع واحد قدامي شخص واحد. Donc on va dire le verbe direct. Respecte. Respecte les voisins. Ou là tes voisins بحال بحال. دونك نقدروا نديروا مثلا علامه استفهام لان بحال علامه استفهام بحال بوان في لامبيراتيف. فو دوفي ايدي كجموله افير سي دوفوار. خصنا خصكم تعاونوا كجموله باش دير الواجبه ديالها. دونك فو يعني غنهضروا مع الاشخاص بزاف. دونك ايدي نديروا لها او زاد. ايدي كجموله افير سي دوفوار. نو دوفون ليسي سي بلاس بور لي زونفون سيتياسيون دو هانديكاب. خاصنا يجب علينا ان نترك هذه الاماكن للاطفال في وضعيه اعاقه. دونك نو غنهضر على روسنا نحن. دونك سي تادير خصني نقول ليسون ليسون سي بلاس pour les enfants en situation de handicap. Donc, on peut dire point, on peut dire point d'exclamation, bhal bhal. Très bien, maintenant la deuxième question donne une phrase pour chaque type de phrase. Donc, كل type غادي نعطوه نوع ديالو. Donc, بالنسبة للديكلاراتيف نقولو مثلا je vais à l'école. chaque jour. نذهب الى المدرسه كل يوم. انتيغاتيف يعني السؤال. نقول مثلا comment s'appelle ton chat.
مثلا ماذا تسمى مثلا القطة ديالك. بالنسبة للإكسكلاماتيف يعني التعجبية نقدروا مثلا نديرو كال طالون، يعني شي واحد كيكون واعر شي حاجة مثلا كنقولو طالون نجم مثلا. ولا امبيراتيف يعني ديال الامر مثلا نقولو مثلا دوموند اطلب ديز اكسبليكاسيون اكسبليكاسيون اتون بروفيسور. يعني اطلب شروحات من الاستاذ ديالك. تخيل بيان هكا تنكونو كملنا لاباج 63 صفحه 63 من ميزا برونتيساج اون فرونسي المستوى الخامس. كالعاده ما تنساوش لايك للفيديو حتى لا معجبكمش غير تشجيعا فقط. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.